مرحبا بكم مشاهدي قناة الشروق في عدد جديد من صيف البلاد وعشية جديدة. كنت ديجا تلاقيت مع زملائنا رياض بن عمر ومريم عكراطة، واليوم راني أنا وجواد زهر الدين. بيان سي اليوم دالتنا وكل واحد ودالته. اليوم راني مع هبة في عشية جديدة من صيف البلاد، وعندنا انفيتي شنقول لكم شابة مثقفة يا خويا، تعرف تهضر كل شيء. بلا ما نطول عليكم خليكم شوفوا شتوها في رمضان في زوج تاع لي برودكسيون، رئيس قرصو وين ثاني شناها في ورد أسود. سوها قولها مرحبا بك. اهلا، شكرا اخي العزيز على يعني الكلمات اللي تستاهلي. شكرا شكرا على الاستضافه، وشكرا على يعني كيفاش يقولوا الدعوه. ميرسي بور لانفيتاسيون. ميرسي بور لانفيتاسيون. انا معكم، رانا هنايا في عجبتك الحاله شويه الامبيونس تاعنا الديكور هايله. انا سخفانه نكون في بلاصه الاخرين عبك مع السخانه هبه تاع لي بلاطو. ديسيدينا نخرجوا في الهواء ناتيرال مع الناس هنا في كومبلكس وبرد الحال كما يقولوا. اكزاكتومون سي بيان، باسكو الواحد يكون العام كامل هو خدام ومن بعد يلحق الصيف، يلحق الناس يخرجوا ولادهم يديهم البحر شويه، يبردوا شويه، يبدلوا شويه على الجو. سوها باش تفكرك كي دخلتي هنا، تفكرت انا واحد الفيلم اللي شافوه كاع لي زاجريات على سبيكتر طاهر ولا فرانتي، تفكرتيه؟ اكزاكتو، غير طلعنا كيف كيف تفكرنا ديريكتومون فوالا. دونك نسيتو هذيك اللقطه تاع لا شومبر 106. 106 اكزاكتومون، كي رحنا عند الباب. دونك فوالا، دونك رانا جو بونس كو سيت ان بريفيليج باسكو هذا سي ان مونيمون اللي صرا فيه اكبر واضخم فيلم جزائري اللي كان سيتي لو فواياج تاع سبيكتور طاهر. عطات المفتش طاهر كاين 1 2 3 كيما رومبو، جابوا بزاف لي سيزون. اكزاكتومون. ومن بعد مازال واش يعجبك سكو مازالوا لي كولوار هما لي شام هما سي بيان سي بون. يفو جوست لو ريستوري سينو ما شاء الله عليك. وانت دوكا سؤال، كيفاش راكي تجوزي في العطله الصيفيه تاعك؟ واش راكي ديري خدامه؟ لا الوغ، انا صارت لي كيما الاغنيه تاع نهار هنا ونهار لهيك، ما بيش كون يغنيها اليوم هنا واليوم لهيك سي سا. نتاني مبروشي شويه شويه. دونك فوالا، دونك انا سافا دي فوا جو سور، دي فوا جو بار على بلاج، دي فوا خدامه، دي فوا سا ديبون، كل مره كيفاش. اون تو كا جو بروفيت، شغل حجه وفرجه، منها خدمه منها فاكونس افيك لا فامي افيك لي زامي فوالا تو سامبلومون. وما خرجتيش فاكونس اور البلاد؟ اور البلاد ولا غير بوغ الماما مازال بالك ان شاء الله فان اوت، باسكو دوكا على بالكم كي يلحق الصيف الناس كامل تخرج. دونك فوالا، دونك سي بريسك كومبلي بارتو. ومي يخفى لكمش كاينه حاجه تري امبورطونت، سيك العوام الاخرين هذوما يا با مال دو ديستيناسيون هنا في الجزائر. اكزاكتومون، عندك بسكره. سكي قلت لك بسكره وي في الصيف تموت. اكزاكتومون فوالا. انا بور مو با اوبليجي يكون عندك بحر باش تقدر دير حاجه سياحيه، قادر تكون ولايه داخليه وين نقدروا نديروا دي كومبلكس دي بيسين ابناء الجنوب. اكزاكتومون، هذه هي. دونك الحمد لله، دونك حنا ماذا بينا كاينه حاجه هذا الصيف سبيسيالمون باسكو الصيف راه رايح دو ميطون، بريمير ميطون دوزيام ميطون. بريمير ميطون هذا العام كيما كاع الشعب شاف معنا كان كاين بلوغو تاع لا كوب دافريك ليكيب ناسيونال. شفناك درتي حاله في الكليم تاع جام ياك هيبا. هذا بينا على مواقع التواصل الاجتماعي الفوطو تاعها كاع بالاعلام. عبالك دوكا شوف، حنا نكونوا واش نكونوا، نكونوا كاركتر تاعنا يكون خفيف ثقيل، كي تلحق للعلم كي تلحق للبلاد خلاص نولوا كاع. لا لا، نولوا كاع سواسية ونولوا كاع مهابين شغل نحبوا كاع في رحبة نحبوا كاع في رحبة كما قلت. ونخليو كلش ونلتاو غير بال دايوغ الناس كامل راهي افون مع ليكيب ناسيونال. سكي بو باغ كونت، سكي بو سيك دوكا تشوف الاخبارات، تشوف كلش كاع لي جورناليست لابسين لو بول تاع ليكيب ناسيونال. حاله حاله تسمى كي تقول لنا نروحوا نجيبوا تريكو ونجيو دراهم. اه معليش صافا اليوم رانا ان شاء الله مازال لومبيونس كيما كاع الشعب الجزائري يتفرجها، كاين اللي يحب يشوفها في الدار، كاين اللي يحب يشوفها مع لي زامي اون فامي. انت يا ماذا بيا تعرفي كيما يقولوا تحكي لنا كيفاش كنتي تشوفي لي ماتش تاع ليكيب ناسيونال، هذاك لو مومون تاع ستريس سيرتو. انا والله في لي ديبي كنت نشوفه مع الوالد تاعي في المنزل مع العائله، بصح لقيت باللي ما كاش كيفاش تفرج الماتش مع شفنا باللي في 5 جوي كانوا دي فامي بور اون بريمير كيما واي بوكو. سا سي بو سا افيت عباك ليميت كي تشوف، انا كي شفت لي فيديو ليميت عباك لو ستاد تولي تشوف لي جوار تاعك لتما تالمون سيتي ايموفون. اون بليس كيما قلت نتايا لي فامي لي زونفون اي تو سا سي بيان. عباك رانا نوليو ما نكذبش عليك ما نقدرش. علاش؟ ستريس ستريس. جو بريفير هنا يديوني للطبيب هنا جوست اكوتيك ثم يجريوني. انت اللي درت حاله في مصر. تا باغ كونتخ رحت انا، رحت البريمي تور وكنت متمني نعاود نرجع. لا غالب ليميسيون تاعنا بدات
طاحت مع الكوب دافريك، وان شاء الله ان شاء الله كوب دافريك الجايه ولا كوب ديمون ان شاء الله نكونوا كاع حاضرين. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. انا برك حبيت نهدر حاجه، انه يعني الفريق الوطني تلقى دعم، شرفنا وتلقى دعم من عند كثير ناس، ناس عاديين يعني ودي زارتيست، وكاين بزاف ناس اللي راحوا لمصر باش يكونوا الناس على بالهم، راحوا من جيوبهم كما نقولوا حنايا، ايزون في دي زاكت من جيوبهم. انا كتبت واحد لو ستاتي سيغ انستغرام وين حكيت على ليموسيون تاعي كي خرجت نديفيلي مع الشعب، وين تحس باللي الشعب كاع عائله وحده، اللي عنده خلافات ولا بالك شغل تحس كاع اوني فامي وحده، كاين هذاك لو ريسبي، ولاد الحومه كبار نسا دراري صغار، دونك هذاك هو لو مومون ماجي كيما يقولوا، ان شاء الله يقعد مام اور ماتش وين كاع الشعب يكون متحب ويكون كاع اون فامي وحده ان شاء الله يا ربي. قرعجوا عليها شويه كيفاش لي تورنا، روحوا للدومين كولتيرال. غادي نسقسوك على ورد اسود اللي دار لو بوز هذا رمضان، حكي لنا على لا برودكسيون كيفاش كانت، التجربه تاعك كيفاش كانت. يعني نعاود نفس الكلام، لانه كلام في موقعه، هي انه العام هذا رانا فخورين، انا من وحده من الناس رانا فخورين، لانه لا بريبار دي برودكسيون ما شاء الله عليهم، عيطوا للناس تاع الدومين تاعنا، الناس تاع التياتر موالين الحرفه، يا يو بوكو دو برودكسيون، بوكو دو فيتون، بوكو دو سيت كام، بوكو 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 دو شوز اللي ما تحشمش تقول انا خدمت فيه، وما تحشمش تقول ولا غير مليح كون يخرج خارج البلاد ويتباع. شغل الحمد لله انا مادا بيا، باسكو كل واحد في حرفته، كل واحد في الدومين تاعو، عنده السيل تاعو، سواء كان ولاد الحلال ولا جارح ولا ورد اسود، يعني كل مسلسل كان عنده اللمسه تاعو. صح صح صح، وعايك تشوف الشعب برك تلفت له وش يتفرج وش يخلي، دونك ان شاء الله نكملوا هكذا. هي انا سوها بغيت ندخل لك شويه في الديزويت تاع لي كوليس تاع الخدمه، نورمالمون سيتي اون ايكيب سيريان، يعني فريق العامل التقني كان سوري، كيفاش هي التجربه نقدروا نقولوا عليها عربيه؟ تعاملتي مع تقنيين سوريين ربما يعني عندهم لمسه تاعهم اخرى في الاخراج، في الاعداد مع الممثلين، التدريبات، حكينا التجربه تاعك اللي كانت مع يعني الفريق السوري في هذا العمل العربي اللي نقدروا نقولوا عليه. يعني صح هو عمل عربي، لانه يعني كان فيه كما نقولوا حنايا اون كو برودكسيون الجيرو سيريان اللي كان فيه تقنيين سوريين وتقنيين جزائريين، المخرج كان سوري، الانتاج كان جزائري، كان فيه خليط، كان فيه خليط امتي كوكتيل. شنو رايك في هذا الخليط؟ ولا غير خليط بزاف اللي راهم كونتخ. نو با دي تو كونتخيغ، لا لا او كونتخيغ، هي باش اي حاجه باش تكبر لازم تتخضرم. تخضرم انا بو موا سي تخضرم. هذه التخضرم اكيد عليه. فوالا تخضرمي لي امبورتون، باسكو انت تعلمي مني وانا نتعلم منك، ماشي غير حنا كي نتعلموا منهم، باسكو يفو كيما يقولوا حنا نيونس، هما تا نتعلموا بزاف حاجات من عندنا. وشرفونا ليكيب تكنيك، ايزيتي هايبر بروفيسيونيل، ابخي هما سي فغي عندهم اون نوتر تكنيك، عندهم تقنيات واحد اخرين، حنا عندنا تقنيات تاعنا، مي كان فيه خليط. يعني كون نقول لك باغ اكزومبل سي كوا لا ديفيرونس بين التعامل تاعك مع مخرج جزائري يعني عنده فورماسيون اون الجيريان 100% ومع مخرج سوري خاصه في الدراما، يعني كيفاش حسيتي لا ديفيرونس في التعامل تاعك مع المخرجين، واحد جزائري واحد سوري، سكو لا ديفيرونس؟ شوف لا ديفيرونس سولمون في لا تكنيك، كيفاش هو يخدم. باغ اكزومبل سوري يجي لعندك يقول لك نبداو بهادي، الوغ عندك انت اون سيكونس تبدا في نصها ومن بعد لازم انت هنايا تخدم لا ميموار تاعك باش tu gardes la même émotion au début. Vraiment c'est un travail, j'ai adoré, c'est un travail sur nous-mêmes en tant que comédienne, c'est une autre expérience. الجزائري aussi عنده sa méthode et tout, mais après حنايا الجزائريين entre nous نتفاهموا شويه، mais après كي تجي عقليه واحده اخرى c'est toujours bon parce que j'ai eu aussi la chance de travailler avec un égyptien, un italien et tout. Donc chacun ça égyptien هي بنزيد نقرا جوناطون رايس كورس وحقه ثاني، ماذا بينا تحكي لنا شويه على تجربه تاعك في الرايس كورسو باش نحكوا عليهم في زوج، ورد اسود ورئيس قرصو. رئيس قرصو هي تجربه ثاني كانت مليحه، كان يعني واش نقول لك، تروح كنتوا حابين بالك يكون ناجح اكثر، ممكن كان كاين مشكل في السيناريو، شفنا شويه بعض الانتقادات للناس، ربما تالمو رئيس قرصو دارت له بيبليسيتي كبيره، وين كاين سقف الطموح تاع الجمهور بالك كبير، وين كاين بعض الجمهور ماشي كامل، كاين اللي ربما كانوا ينتظروا اكثر من هذا العمل. ما نكذبش عليك، الرئيس قرصو حكايته حكايه كما نقولوا، هو بحد ذاته فيطون، والناس كامل تعرف ليسوار تاعو، سكو انا نهضر لو كوتي ارتستيك، سكو سي اون اكسبيريونس مانيفيك افيك ان رياليزاتور مع عقليه واحد اخرى ايجيبسيان، وي كي اكزاكتومون، وليكيب تكنيك اللي تي تورك
il y avait quelques techniciens algériens donc autre chose en plus تحتك مع ناس اللي خدمت مع ناس اخرين كبار دونك تتعلم منهم ونعاود ونقول هاي وهما ثاني يتعلموا منا فوالا و ابري قلت لك انا رئيس قرصو ما تلقاش واش كنا حابين حنا يتلقى لانه بالك يكون كاين سيزون 2 ان شاء الله تكون معك ان شاء الله انا حسيت في عنده لمسه دراميه ممكن الجمهور ما تقبلهاش في البدايه لانه شاف باردون وجوه فكاهيه كبيره ان شاء الله بالك في السيزون 2 نو مي اكثرت الحاجه فريمون تري امبورطون الرئيس قرصو هو دراما سوداء بليتو كوميديا سوداء ليمور نوار فوالا كوميديا سوداء فيها الدراما فيها وكما قلت انت كانوا وجوه فكاهيه اللي طلعوا لا بار تاع الضحك كيما قلت فوالا دوك الناس تقول لك ما ضحكناش ما درنا والو يا ودي اليوم نزيروك بلي كيسيون هيبه زيدوها كيسيون وخذ اخرى على بالك بلي سوها ماشي ممثله برك دايره مسرح و مسرح مسرح وتغني ثاني تغني توك تغني بزاف اليوم راهي تجربتك في المسرح انت اصلا واش تفضلي المسرح ولا التلفزيون الزهر نورمالمون تجاوب في مكاني انه زهر ممثل ثاني هبه هي اللي جاوب المسرح نحب نتفرج صح وي ونفضل نتفرج المسرح اكثر من هاي جاوباتك هي تحب المسرح الواحد الجمهور والذوق تاعو هي يعني احنا ماذا بينا دوكا الناس تعاود تولي للمسرح وتعاود تولي للقاعه السينما وبون احنا في لا تيليفيزيون الحمد لله الناس كامله يتفرج مي القاعه السينما وقاعه المسرح الناس ما يشرح لها بزاف انا يعني نحث الجميع انه يروح يتفرج باسكو كاين ناس كاين دي زارتيست كاين فنانين اللي يقعدوا شهور وشهور وما يوجدوا في دي بيس تياترال ويكتبوا فيهم ويعدوا فيهم وشعب بدون ثقافه ماهوش شعب دوله بدون ثقافه ماهيش دوله ما يكذبش على بالو تشجعوا الجمهور انه يجوا عندكم الحمد لله دوكا افيك عنده دور كبير في الثقافه يعني قلت لك بلاد بدون ثقافه ما عندهاش اساس ما فيهاش اساس الناس اللي ما تقراش ما تهش الليف تقراه ولا تروح تشوف مسرح ولا باسكو علاش هي يقول لك الثلاثي الجسم انسان هو ثلاثي عندك العقل كي ما توكلوش بالقرايه كي ما توكلوش تنميه بهذه الامور خلاص ما درنا والو عندك الجسم ياكل الماكله وعندك الروح بسكون ابل باشياء روحانيه بالدين ولا بالخلاء هذا واحد يقعد في اسمه يتامل في الطبيعه مي لو سيرفو بزوان دو ليغ بزوان دو فوار دي بيس تياترال وكلش متعدده المواهب سي فرصه تنمي الموهبه تاعها في المسرح بالغناء وكنت تهضرين على الطبيعه وعلى جيستو عندها ثاني اوبسيون واحده اخرى توت اوبسيون الله يبارك ربي يعيشك ميرسي بوكو برك نذكروا الجمهور باللي هي ناشطه في البيئه يعني عندها ان غو بينيفول ياك هكا لي اشاك فوا تختاروا نهار وتخرجوا ديروا نيتواياج بالك في لي بلاج في لي مونطا ماذا بينا تحكي لنا على هذه المبادره الرائعه المبادره اللي ديريها انت والمجموعه تاعك هي انا واش نقول هي ليست مبادره هي واجب لنا علينا كامل المفروض واجب لا مبادره صح بصح على باز هي واجب هي بالعشيه لو كان ديروها نجيب بصح بالصباح محال انا بالي تكون راقد والله باسكو الطبيعه هذه ما دموندتناش حتى شيء ما قالتناش اعطيوني ولا خلوني ترونكيل انا يعني طبيعه هنايا نعطيكم الاكسجين نعطيكم الماكله ما توسخونيش هذه هي دوك انا ما نقدرش اللوم ما نقدرش نقول ربي بلاني الوغ كو انا اللي بليت عمري ناس كي تراك زلزله ولا كي يكون ان بروبليم يقول لك ربي لي بلانا لا 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 لا, لا اخي انت طونك راك توسخ في البحر ومن بعد تاكل الحوت تقول له الحوت صامد بيان سور الحوت صامد بدراهمكم كيما نقولوا احنا باش تشرو دي ليغون ولا لي ساك بوبال حاشاكم بيان سور سي كيما يقولوا مبادره بيرسونال شخصيه انا شوف انا حتى واحد يعاونكم ولا انا حتى واحد انا جو باس ديجا وحدي طونك بيرسون جو باس مون طون لو فير ابري من داك هكذا يا دي جون كي يقول لك سوها وقتاش تخرج نخرجوا معاك كاين الناس ولا غير بوندون يتبعوني كيلقاوني هكذا يقول لك انا فارغ شغل كيفاش كيتخرجوا هكا يشوفكم الناس كيفاش لا رياكسيون تاعهم اسكو فوالا هيبا شغل ماذا بيا نعرفوا كيفاش لا رياكسيون تاعهم اسكو يجوا يعاونوكم كي تروحوا كاين الجروب اللي راكم متفاهمين بصح كاين الناس اللي يشوفوكم برا كاين اللي يجوا يعاونوكم يسقسوكم علاش راكم ديروا هكذا هي جينيرالمون لي جون يس كونتونت دو دير يعطيكم الصحه
غارمون وين يلحوا يديهم. كاين ناس نو كاين تروح عند باغ اكزومبل كي نكونوا هكذا في الغوابي ولا في البحر تروح تشري قرعه ما من بعد الاخر يفهم بلي راكي بلي غون يفهم بلي كنتي تنيطوي في لا بلاج دونك يولي يعطي لك الماء يعطي لك ساشي يقول لك هذه انايا فوالا اكزاكتومون. باغ كونتر انايا لي ديرني طون راني ندير في حاجه لانه وحدي ولا وحنا في 10 ولا في 100 ما نقدروا نديروا والو. وليت في لي بلاج جو برون دي ساشي معايا اي جو كومونس ا نيطوي نتوي حتى نهيق للناس ومن بعد يا ان بو شو ان بو فينومين يخرج لي سراسك لي زونفون يوليو يعاونوا يجي تا 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 ثاني لميت لك الزبل صافي بلا سا سي بيان سا سي بيان سا لي زونفون سي حمام سوها وهبه شفنا بلي مع الحراك ومع لي ماتش تاع لي في ستاد وكاع ولا لي زاجيري يمدوا صوره مليحه بعد نهايه كل حراك يديروا اني طواي جينيرال وانا واحد من الناس كنت في مصر مقابلة المنتخب الوطني كل ما يكمل الماتش كانوا يجبدوا دي ساك بوبال حاشاكم يبداو يلايموا وين المصريين فريمون بداو يفيلموا وقالوا برافو. دوك شفنا بلي هاد الحاجه راهي كاينه دروك عند كيما يقولوا الشبيبه تاعنا ولا عند دخلت في الثقافه تاعنا لازم تكون داخله في الثقافه لانه شوف حنا دوكا رانا هنا اون اكزيست اوجوردي مي دون 100 طون يوغا نو بتي زونفون كونوا ولادنا ولاد ولادنا تال موتيفيتيني غادي نوض نظل طايف خلاص يقولوا كوبي نوض نو مي والله باسكو الانسان ما لازمش يكون حقود والانسان ما يكونش ايغويست ما لازمش يخمم غير على روحه دوكا انا بنتي ولا وليد وليدي بلوتار كينوض كي 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 امي يقول جده الله يرحمها دارت الا في كلكو شوز الا في كلكو شوز بور لومانيتي خطاش دوكا حنايا دوك شوفوا لي بلاج انا جو في دو كايا كي جو في دي لا بلونجي سو مارين والله العلي العظيم كي تهبط تحتها كي تبدا في تحت الماء عمرك شفت تشوف الداخل لا وديبي تشوف الحوت تشوف واحد الطبيعه تقتل ما تبدا تشوف تحس روحك بلي انت اذل خلق الله انا نقولها دائما اوني لا بيرفياسيون نتفائلوا خير أمين. ان شاء الله الميساج تاعك وتاع الجروب اللي معك يوصل للجمهور ومام انا متفائل مع الحراك جاب البركه تاعو بدينا نشوفوا الشبيبه راهي حتى خارج الوطن في مصر مدوا صوره للشباب انا هيبه نبرومو لها حاجه نديروا معها تشالنج اللي تغني لنا اغنيه والخطره الجايه رانا حنا الاولى معاها بالدوسار حنا اللي نطوي معها هيا شنو الاغنيه المشهوره اللي تغنيها بزاف اللي هي سوق رشراش سوق رشراش دبري راسك لازم رئيس التحرير تاعنا دوموندها شكون هذا نفهم معاهم بعدا رديتها سوق سمحوا لنا اللي غنى الاغنيه سمح لي عافاكم مع السخانة وكاع صديتها سوق غنتها زوليخه الله يرحمها وثلجة الله يرحمهم بالزوج الله يرحمها دقيقة برك حمي لافو تيست اند اليك يا خاطر راهي تفضلي هي قالت يا تكحل فيها تكحل فيها وخنا أنا فيها أنا ليها ويا أنا ليها خلاص دعمكم ما سمعناش كلمة صبر وشراش يا صبر وشراش قطعت فيها مجال صعب لالي لالي يما لالي ولالي لالي يما لالي صبر وشراش فطريقة عريضة صبر وشراش فطريقة عريضة وفطريقة عريضة وياي صبر وشراش فطريقة عريضة خويا ما جاي صبحت مريضة وصبحت مريضة وياي مرا يوم مالي شوفي تلمو النحلة عجبتها الغنية راهي تعوم ما شاء الله هاي تعوم هاي عطونا من بعد النحلة برك اللي راهي تعوم بكل شغل بكل حب
بصحتك والله عجبتها الاغنيه تاع ولا فوا تاع سوها. يا ودي زعما تخاف لا تعطيني صبع يد نفر. سوا احنا ماذا بينا نعرفوا انا وهبه هذه الاغنيه علاش قريبه عليك وشفتك بلي شغل تغنيها بزاف وتعجبك الصور تاعها احكي لنا شويه. انتوا على بالكم بكلش. طلقوكش اليوم. هي الصور تاعها سهله مهله سي كون جيتي بتيت انا ماما كي تعود طيب ولا تغسل معن ولا نيمبورت كو كوم دو لا بليبار دي مام الجيريان تبدا الدندن دندن فوالا دونك هذه كانت الدندن دندنها وانايا كي كنت صغيره ديجا كنت نغني ديجا ما كنتش حافظتها جاتني واعره عباك كي تكون تطلع الطلعات هذوك هي سون تري ديفيسيل ما عنديش انا بزاف ملي وليت نقدر ندير الطلعات سي با ايفيدون بور تونيغ لو سوفلي بور تونيغ لا نوت هذيك سي دي تكنيك بيان سور سي دي تكنيك دونك قلت ان جور نديرها جو ديفيس على لي تكنيك بالك في المسرح في المسرح وي كاين بزاف اللي تلقاهم يديروا مسرح ويغنوا عندهم الصوت تاعهم ما شاء الله وي ديجا انا كنت ندير لي كوميدي ميوزيكال بوكو بلوس وي يا سي دي تكنيك كون ابران في المسرح سي دي تكنيك لي تو بو لي ابران وحدك دير دي بتي هكذا دي بتي زيكزارسيس ولا فوالا وزيد لها الموهبه وزيد لها عندك فوالا ربانيه كما يقولوا روحانيه فوالا دوكا نروحوا واش رايكم وي فاصل موسيقى وراجعين ما تزابوش بيان سور جد التحيه والترحاب لكل من ضم الينا هذه العشيه وهذه العشيه المميزه اكيد تميز ضيفتنا وما تزابوش وما ديروا حتى شي نخلوه في الشوره شكرا عاد نزيد ندخلها ماشي في 18 في السيمات عقلي خطرا دارت سوها الباس في لي ريزو سوسيو ويخطر انه الصباح نعقل جات تما ورات لي واحد الفيديو قالت لي شوف هذه مسكينه بغاو يجريسوها في لوطوروت صح ابينا تشوفها ولا لا احكي لنا هذيك الغفير تاع الفيديو واش صرا لك اكزاكتومون وين عباك نوت لقيت لاكي كاع سوها تهضر في فيديو في لوطو تقلقت عليك عباك من بعد كي شفت الفيديو فهمتي عرفت بلي سلامات الحمد لله صح نورمال ما عيطت لي واقيلا ولا بعث لي ميساج واقيلا بعث لك قلت لك سلامات وي هذيك سيتي ان بو اون اكسبيريونس اللي يقدر اي شخص مش لازم يكون فنان ولا اي شخص تقدر تصرا له انا يعني بعيدا عن الفن وبعيدا عن الاشياء اللي نديرها انا بزاف نكون دائما في الطريق ce qu'on appelle une chauffeur donc راني دائما en déplacement ou سوق وحدي دونك كوم جوستمون كوم انا نخرج بزاف برا ندير لي نيتواياج دونك انا عندي ان جيلي جون وكاين لي جيلي جون كاين لي جيلي اورانج حنا جيلي جون تاعنا ينقوا برك فوالا باش نتفاهموا دونك انا جيلي جون دونك وهذوك تاع لي لوتوغوت سي دي جيلي اورانج معروفين دونك انايا وحده من الناس مول فنقي ونعرف دي فوا ولا غير عباك تصرالي نكون في الغاب في الغابه وندي معايا قرعه ولا زوج ويخلصوا لي ما تروحيش وحدك لا من داك نخرج وحدي ما نكذبش عليك هذه اللي نهضروا معاها ما تروحش وحدها ولا بالك لا انا ما نكذبش عليك هو معاك الجروب تاعك انا ولا غير نخرج وحدي نخرج سوفا وحدي وشنو جو برون لو ريسك بوكو بلوس ما نكذبش جو سور سيلفي بجايه في بجايه وين يعرفوك وي بدايا الحمد لله سافا سي كالمي تو من داك برك لي زانيمو هكذا يجيو يقلقوا مي فوالا انا كي شفت يعني داك الانسان شتو بالجيلي جون كان يدير هكذا لو جيست تاع الماء قلت انا نفهمه موالفه نقعد والله عباك سا ماغيف نقعد بلا الماء نبكي تغني عمري شغل اللي ميت نلقى نيمبورت كو نشربو دونك دوكو حبست له وما عاد كي حبست له فينالمون سيتي با بور لو سيتي فوالا واحد يزر لي ربي هذا ما كان انا ثاني جو بروفيت لوكازيون شويت ميساج باش نقول الناس ياخذوا حذرهم سوها سي ميساج تري امبورطون انا شوي كونتر تخرجي وحدك ميم في بجايه انا شوي با داكور انا جو بريفير تروح بلاصه سيكوريتي وين تعرفها صح و تي في اتونسيون الميساج كاع الناس ميم تبغوا تنيطواي ولا ما تخرجوش وحدكم نو صح سي فري انا شوي داكور افيك توا واحد ما يخرجش وحده صرت واحد كي يكون صغير شويه مليح دو سورتير اون كو باسكو اتو مومون تقدر تتجرح تقدر يحبس لك يكون عندك واحد يخرج لك بعيد شاب كاش انيمال ولا تكون واجد مادام نهضروا على الانترنت وين فادت وين فوتي ميساج انا بينا نهضروا على الانترنت اللي ولات عندها علاقه كبيره مع الفن وين شفنا بلي شغل هاد الانترنت ولا كاع الفنانين اللي بيها لي ستوري كاع النهار ليكا ولا ويسواو اللي عنده ليكا بزاف ولينا نشوفوا الناس عايشين على مواقع التواصل الاجتماعي حياتهم قاعد تشوفها حياتهم واحد نشوفوه برا انا عارفين حياته واش كاين واش ما كاش خاصه دوك الفنانين وهذوما فوالا اكزاكتو ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي انت يا راكي معاها او ضد ولا لي غير شويه ولا كاين اليوم يكثروا ولا واش رايك هي انني هذا موضوع اللي تحدثنا عليه ورانا مازلنا نتحدثوا عليه انا نقعدوا غير نهضروا عليه نعم قلت
قلت لك لازم نقعدوا غير نهضروا على حساب روحك. صح صح اختارش كاين بزاف راك زهرو وانت راني هو ممثل كيما انا دونك يتفاهم شويه حوايج وحنا رانا نكونوا في المسرح من داك مع الزملاء وكلش ويعرف زملاء ممثلين كبار 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 وعندهم موهبه كبيره يا ربي ما يعرفوش يا ربي نعرفهم غير حنا برك الوغ كو عندهم مواهب كبيره كثير ومن بعد انت تغيضك عمرك كي تشوف هذو المواهب ما نهضروش على عمرنا حنايا نهضروا على هذوما مواهب كبيره وما عندهاش يعني متطلقه ني ناس يعيطوا لهم باش يخدموا واشخاص اخرين انا دوكا وليت شوف ما نكذبش عليكم بزاف ناس يبعثوا لي في الانترنت في لي ريزو سوسيو يقول لك سوها حبيت نولي ممثل كشما كاستينغ عيطي لي جو دي توجور لا ميم شوز روح تعلم تياتر ولا روح دير لي سماس ولا روح وروح انا ما تعلمتش هكذاك برك ما دخلتش هكذاك برك ما دخلتش بكاستينغ لانه تحس باللي سكون شغل الدومين تاعك يولي ما عندوش قيمه لا ثاني كي تبدا بالمسرح كاين واحد البنه اللي عفوا غير اللي فاتوا على المسرح لانه هذا يعيطوا له ابو الفنون سي لا فورماسيون بور مو كومبليت صادير يعني شامله وين تتعلم بزاف لي تكنيك اللي من بعد يفيدوك في الباجاج تاعك تاع ممثل ولا تاع مخرج ولا يعني اي اصلا خريجي المسرح كاع ممثلين في القمه هي ما نحصروهاش كاين ناس ما قراتش ولكن عندها موهبه صح صح موهبه لا لا يعني معاكم انايا كاين حاجه برك لازم الشعب الانسان الشعب الجزائري يفهمها انه الفنان ولا الصحفي ماشي يروح بك وعقب ودير فنان ولا دير صحفي عرفوا بلي احنا رانا قبل ما ندير لكم هذه ليميسيون رانا عينا رانا وجدنا كاين الناس اللي من الصباح وما يكتبوا كاين الناس اللي بداوا قبل ليميسيون بداوها بسبع سوايع كاين دي تكنيسيان ورا الكاميرا اللي بالك ما رقدوش صافي 48 كاين دي كوميديان باش يدير لك ان فيلم باش تشوف حلقه عارف بلي قعد عليها ومرض عليها طاح عليها ما كلاش عليها بوكو تشوز دونك هذا الفن هو عمل مثل العمل اللي تخدم فيه انت في الاداره ولا في اي اسمه هذا فن والفنان كي يكون يخلص ولا ما تقولوش ذاك دراهم الشعب هذا حقه انه يعمل هذه تاع دراهم الشعب رانا على المباشر يعني على الطبيعه قادر تسمو اصوات وكاع هذا هو البحر هذا هو الديكور ناتيرال هذه تاع دراهم الشعب انا والله زعما سبيسيالمون غاضتني حاجه وين نهار اللي رحت لمصر كاين دي باج اللي متاكدوش من معلوماتهم يديروا تصاوير تاع فنانين واحد التصويره اللي كنت فيها انا وسهيلة معلم ياسمين عماري ومروان قروابي وين قال لك راحوا بدراهم الشعب وحتى دروك مازال كاين ناس كومونتي يقولوا رحت بدراهم الشعب قلت لهم ما قدرتش نعاود نولي لمصر قالوا لي باسكو ما بعثتكش يعني الدوله ودراهم الشعب نقولوا بلي هاد الصفحات راهم ياثروا على يعني على الجمهور ولازم تكون عندهم مصداقيه في نقل المعلومات سواء الفنانين ولا السياسيين ولا الرياضيين ولا عامه الشعب لانه بالنسبه لي اضرار الانترنت كبيره وين تطلق اشاعه شفنا بزاف فنانين قتلوهم هما حيين والناس بارطاجي ديريكت سي بور سا لي راكم شادين لي باج تاكدوا من المعلومات قبل ما تنشروها انا اللي تشوفوني درت حاجه ماشي مليحه انا نقول لكم فازي بارطاجي على روحك مي تاكد قبل هذا هو الميساج اللي حبيت نفوتو ميساج تاعك فوالا في حد ذاته انا ثاني نزيد ان اوتر ميساج انه الفنان ولا الصحفي هو ثاني شعبي هو ثاني عنده حق يخلص وعرفوا باللي الفنان والصحفي جو دي تو جو مليهم طول طون باسكو راهم قريبين من بعضهم انه هذو الناس انتم عندكم كيما يقولوا عندكم الزهر انكم شك شهر دخلكم شهريه خدمت ولا ما خدمتش دخلت لك شهريه حنا عرفوا باللي بالك حنا كممثلين انا نخدموا اون ولا دو برودكسيون دونك نخلصوا اون او دو فوا وعرفوا باللي هذاك لو سالير انا نعيشوا به توت لاني صحفي ايضا صحفي ايضا كل يوم يجيك فعل على المباشر دير الملاير سوها ميم لو كانت دير الملاير بصحته سواء اون دافير ولا شعبي بسيط ولا المهم دراهم يكونوا حلال وتعرف عليهم ماشي مليح نكونوا نتحاسدوا فيما بيناتنا يكتب له ربي يروح بلاصه يفرح يا خويا بصحته واللي ما كتبلوش يسي يخدم ويروح كيفو هذا ما كان ما نكونوش هذا ما كان ربي خلقها خلقها فوالا الفتنه نسيو نكونوا متحدين كيما في الفرحه تاع ليكيب ناسيونال نسيو نكونوا في هذا كيما يقولوا هذيك دائما على الحاله النفسيه بما اننا هضرنا على مواقع التواصل الاجتماعي شايكم مشاهدينا نرقصوا الموسيقى وراجعين ما تزابوش بعد فقرتنا فقره زوم نكملوا الدردشه تاعنا مع الفنانه تاعنا سهى انتم في زوج ممثلين اسكو جمعكم ديجا عمل كيف ديجا فكرتيني بحاجه باش برك نعاودو نذكرو كاين في نحكوا لهم شويه عليه نورمال بيان سور عندنا فيلم سينما اللي جمعنا اللي كانت هي دور البطوله فيه لي فيلم تاع صالحه للمخرج بادي احكي لهم شويه راح
نحكي نتاع الدوره تاعك. انا نهضر مشينا للفيديو انت الاحكي معليش احكي نهضر على بركان خلاص اوكي. هي يعني حنايا انا كوني كممثله وكوني كمراه جزائريه افتخر انه دوكا رانا نديروا افلام على الشهيدات الجزائريات المراه الجزائريه لانها نو احنا ما موالفين نشوفوا افلام على رجل شهيد على رجل اللي يعني مرأة يعني اول فيلم على مرأة اول فيلم صح اول فيلم على شهيدة. شفنا افلام على يعني نساء اللي اثروا في الثورة تاعنا في كما لالا فاطمة نسومر كما الحناشية ايتو بصح هادو كانوا في 1900 وهبط شوية لتحت دونك مي اون مارتير كونتمبورين سي لو بروميي فيلم اللي اون فا لو فواغ. دونك سي ان يعني شهيده لي اول شهيده جامعيه طبيبه عسكريه اللي من منطقه معسكر ولا عسكريه من منطقه معسكر هم مو معسكر تحيه ناس معسكر ناس في معسكر في معسكر انا سي انا سي اون فيل جو كونساي تو لو موند دو بارتير لتما سي اون تري بيل فيل ناس كنا في ظروف تاع ثوره الكودا ثانويه صباح ربي 6 تاع الصباح في الجبال والله لحسيت روحي درت الثوره معاهم. صح انا خليني نقول للجمهور انه زهر الدين كان شغل الشوشو تاعنا. انا من داك بدات نكون سافاب لا لا شغل لومبيونس لومبيونس كي كنا انا سافاب با هو اللي يفرحني سي سا وين كانت نعقل بريمير سيكونس تاعنا تورينا هنا بليطو تورينا في معسكر وبين الجي ومعسكر وين كانوا الشعب كاع شغل عيان ربع اصفار يرقدوا كانت عندي واحد لا ريبليك نلعب شغل كيما نقولوا احنا شيف دو سيكسيون في الكتيبه تاعنا وين ندخل هما كاع من عسانين هكا ندخل قايد نحيا استعد نوضو ديريكت سي فري سي فري سي تي تري تري بيل اكسبيريونس وكنا كامل جسدنا لانه انت كي تجسد شخصيه اللي عاشت وعطات ما تقدرش ما تكونش موتيفي هو جسد شخصيه اللي عاشت وعطات انا جسد بركاني بركاني الله يرحمه لا ما نسوا نشكروا كاع اللي خدموا معنا على راسهم المخرج بادي وكل تقنيه الممثلين اللي كانوا معنا احنا ما نزيدوش نقرعجوا لكم بزاف بعد بادي عيط لنا يقولنا كثرتوا شنو نعطوهم رونديفو ان شاء الله في لافون بريمير شروق تكون حاضره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ماذا بينا حنايا احنا ولا حابين نشوفوا الفيلم ان شاء الله يا ربي شنو نزيدوا نقرعجوا وي قولي لي شنو نزيد انا باغي نبوزي لها كيسيون وين شفنا هذا العام نربط برك باسكو قبيله شتك كنت باغي نقولها لك ونسيت العام ماشي هذا رمضان اللي قبلو شفنا بزاف لي مانكا وين كريتيكا وشويه كانوا حاضرين في المسلسلات والاعمال هذا العام شفنا اصحاب المسرح عاودوا ولاو بقوه ماذا بيا تعطيني رايك كيفاش كانت العام اللي قبلو وهذا العام هذا النقله بين لي مانكا وعاودوا ولاو المسرح اسكو تي كونتر لي مانكا اسكو تي بور افيك اون فورماسيون ماذا بيا نسمع رايك كفنانه مسرحيه خلينا نقول هي شوف اخي وزميلي والاخت الكريمه اي شخص يحلم انه يمثل اي انسان دوكا نهبطوا لا بلاج 80% يقول لك انا ماذا بيا نكون ممثل بصح انا راني حابه ان يفهم الشعب الجزائري انه التمثيل كما قلت مقبله عنده ماليه عنده ماليه والتمثيل هو يعني فورماسيون واحد يبدا من الصغر ميم كي تبدا اون غوتار لا غير باسكو في الصغر ما قدرش مي كاين دورات تكوينيه يعني والله ما انا جو تروف با كو كاين عيب في انه عارض ازياء ولا عارضه ازياء يلتحقوا بالتمثيل مي لازم برك اون بتيت فورماسيون ولا باش هذه حاجه الاولى تسهل له الامور تاعو يعني في الشاشه ولا في التعامل تاعو مع الزملاء والممثلين ولا المخرج يعني فايده ليه اكثر من هذا الشيء بيان سور يبقى الباب مفتوح لكاع الناس اللي عندهم موهبه هذا ما كان الباب مفتوح كما قلت لاي شخص يعني يحب يدير حاجه يتعلمها برك وكما نقولوا حنايا يتقنها ويحب العمل تاعو ويشرفها هذا ما اكيد وثاني المشاهدين ولاو يلاحظوا شكون اللي راهو يتقن العمل تاعه وشكون اللي بروفيسيونيل ولا لا لا باش ينقصوا ايضا انتقادات تاع الاشخاص هو الشعب الجزائري معروف يعني عنده روح انتقاد يعرف كرة القدم يعرف التمثيل يعني متخصص كما يقول عليوات متخصص وشفناهم والله ما شاء الله يعني ماشي باش يعني نزكيهم ولا يعني يقول لك راهو كي يكون مسلسلات في رمضان يتبعوا بالديتاي لي زيرير تاع المونتاج ولا سكريبت يشوف لك الاداء ويعرفوا اللي يعرف يلعب ما يعرفش وكي يتفرج ما شاء الله الجيري يعرف الجوال اللي ناقص كونديسيون فيزيك ولا يلعب في البوست تاعو مليح يعني ما شاء الله على الشاب الجزائري ما يعطيو والو فوالا شونجمون دو ريتم نعاود نروحوا فاصل غنائي وراجع لكم مع سهى بعد هذا الفصل الغنائي مشاهدينا عاودنا ولينا لكم مع فقره مخيطو حنا زهروا بعثنا يضرب دوره في البحر ويعاود يولي ومنتو في مخيطو نسقسيك مجموعه من الاسئله وقتاش 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 وبين وبين
خلاص. ان شاء الله جاوبينا بكل صراحه. ان شاء الله نبداو باول سؤال هو على الكذب. وقتاش سوها تكذب؟ وقتاش سوها تكذب؟ سوها تكذب بوكو بلوس كي انا بيرسونالمون نيفيت الكذب الماكسيموم. بصح كي لازم جو دو بروتيجي كلكان اللي يدير حاجه صغيره هنا ما عنديش مشكل. بعد نرفدها لي انا ونتحاور مع الشخص. نسموها هذه كذبه بيضاء. فوالا تكذبيها كذبه بيضاء بزاف ولا منين دا؟ نو مي كي توالي سينو ما عنديش مشكل ان نقول الحاجه انا شخص دبلوماسي. دبلوماسي بصح كي قلتي انك باش تعاوني الاشخاص الاخرين وانتيا تكذبي كذبه بيضاء كي تصرى لك حاجه انت باش تسلكي تيرا. لا ولا غير نورمال دوكا عباك مع العمر تولي تقابلي كي تكون حاجه تقابليها انا درتها وجاسيو فوالا هم الظروف اللي درتهم فيها. صح بالا. وقتاش سوها تغير من كاش واحد الغيره؟ تقولي ايش ما عندك في الغيره؟ بالاخر ما عنديش الغيره ما نكذبش عليك. سا ماغيف كيما الدراري صغار نسخف على حاجه فوالا كاين غيره ايجابيه. فوالا كيما حنا حاليا انا قاعدين هنا ورانا غايرين من الناس اليوم. مادابيا نكون كيف بلاصه الاخرين هما مادابيهم يكونوا في بلاصتنا وحنا مادابيا يكونوا في بلاصتهم. ايضا واحد يغير يعني ايجابيا انه يشوف شخص ناجح يحب يلحق كيفاش راهو ناجح هو. صح هذه غيره ايجابيه وهذه باش تلحق ليها لازم دير ان افور ماشي تكسر الشخص هذاك باش تحس بهذيك لا ساتيسفاكسيون لانك كسرتو. صح فوالا سا سي جو سوي داكور معاك. وقتاش تطلبي السماح؟ نعم وقتاش تطلبي السماح؟ وقتاش نطلب السماح؟ شوفي باغ اكزومبل من داك نكون نسوق ولي قدامي راهو يسوق نامبورت كومون نبدا نعيط انا نلحق قدامه ونشوفه باغ اكزومبل شخص كبير نحشم انا غلطه ماشي انا يا مين طلب مني السماح لانه جي طلعت لافوا على يقدر يكون مون بير هو يقدر يكون صح. والدي هاديه دونك انا في السماح ما عنديش مشكل. واحد يدير روحه في بلاصه الاخرين. لا انا السماح انا غلطت معك نقول لك سمحي لي سير بلاصتي. يعني هذه صفه ايجابيه في الاشخاص اللي ماشي كامل عندهم هذه الصفه لانه كاين اللي تجيهم عيب انه يطلب السماح. ما فيهاش عيب السماح للاسف لانه الشخص كل ما يطلب السماح كل ما يبان انه كبير. صح صح صح, صح. صح. وقتاش تحقدي على واحد على شخص؟ الوغ لحقت هذه لبسه ما عنديش ما نكذبش عليك لحقت واحد نو ما نقدرش نحقد واحد انه شوفي اكبر سمه من سمات الرسول عليه الصلاه والسلام هي سكون عندي احنا ماشي التسامح اكثر من احنا بالفرنسي يقولوا لها لا كليمونس الانسانيه. هو تو لي بريفيليج اللي كان عنده ما كانش عنده شغل كانت عنده الانسانيه كان شغل اي تي توليرون دونك انا ما نقدرش نحقد على اي شخص ما نحقدش باسكو اللي عطاها ربي هذيك هي وكل حاجه يتندار فيها حكمه دونك حقدنا. وقتاش سواها تربح العيد ما تحقديش بصح تربحي العيب. نربح العيب باغ اكزومبل دوكا نعطيك اكزومبل انا وياك رانا نقصروا دوكا واحد يرمي عفسه في القاعه نربح العيب نورمال سونس مير ندور هكذا نقولوا رفعت ونكمل ما عنديش مشكل. صح فوالا ابخي احنا لو مو هذا هي سي ان ديالكت الجيريان دوكا نربح العيب الانسان مي ابخي كاين دي مومون وين تي اوبليجي دو كما نقولوا احنا تحطي لي ليميت للشخص. للشخص هذا في المعامله تاعك مع الاشخاص ما فات تربحي العيب في العمل يعني اكيد يصراو مشاكل. شوفي قلت لك انا انسانه صبوره كثير ونخلي المساحه كبيره يعني للشخص ابخي في الدومين تاعنا كلش سي لو بروفيسيوناليزم نقدر شبو توليغي شبو ابخي كوريجي نقول هذا ونبداو ما يعرفوش معليش انا نوري لهم انا نعطي لهم ليكزامبل تاع ابخي كي تولي في ليكزاجيراسيون ما نكذبش عليك سي جو سوي ديريكت. ووقتاش سوها تتقلق؟ عباك تقلق فيه بزاف هضرينا على بزاف انا نتقلق باغ اكزومبل قلت لك كي كنت جو فوا كو دي جون كبار ادولت يعطيو يجيو يعطي لك ليك يقول لك وانتوما ودرتو هكذا وهكذا ومن بعد هو مي 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 جسدش واش يهدر هنا نتقلق باغ اكزومبل ما تعطيليش انا اخي ما تعطيليش ما تقوليش لازم نديرو لازم نفعلو وانت تفعل واش ما تقولش هنا نتقلق باغ اكزومبل نتقلق كي نجوح
كاع نتقلقوا كي نتقلق كي نجا سينو با طول طون با طول طون سا ديبون سا ديبون يعني هادئة في حياتك هادئة مي تقلق كاين ولا غير كاين من داك باغ اكزومبل كي نكون خدامة جام بيان دوني لو ميور دو موا ميم كنت جاريف با ا دوني نبدا نتقلق جو شيرش لو ميور دو موا ميم ا لانتيريور فوالا سينو حنايا اصلا جزائريين كاع مقلقين كاع مقلقين من عندهم مقلقين هادي ما ولات معروفة علينا صح دوكا نروحو بينو وبين سوها بين قهوة ولا تاي ني لا ني لوطخ ما نكذبش عليك حبستهم بين زوج تهنيت ديك المبر دوك كيما القهوة كاين بزاف اللي يقول لك ماشي مليحة لجسم الإنسان ماشي مليحة ماشي مليحة ولكن الأطباء قال لك القهوة مليحة لما ناخذوها يعني قهوة صباح قهوة العشية فقط هي كل ما زادت عن حدها على كل حال أي شيء يزيد عن حده ينقلب للضد وهو القهوة في حد ذاتها اللي تخيز امبورتون بور لا سيركيلاسيون سانغين بور لو كور وشنو الواحد ما يكثرش ديجا لي كارديو كيقول لك دو تاس با بلوس دو تاس فوالا بصح القهوة اللي نشربوها حاليا ماشي كاع قهوي بصح لا بليباغ اللي شويه حنا نقولوا فيها عفايس واحد اخرين مليح واحد يشري كيما بكري يشري القهوة تاع الصح ويرحيها ويشربها لو كافي اي تري امبورطون بو جسم الانسان ولو تي اوسي صح الماء اكثر ما اكثر انا واحده من عشاق القهوه اعشق القهوه صح سوا بين البحر والصحراء واش تفضلي البحر في الصيف والصحراء في الربيع والخريف في الشتاء والشتاء بما انك على بالنا بلي سبورتي بزاف الرياضه وخاصه كره القدم انت يا ريال او برسا ني لا ني لوتر كي واحد يعطي الماتش شباب نتفرجوا بصح سي فغي كو عندي ميول شويه لريال وهنا في الجزائر مولوديه جياسكا ولا غير شوفي انايا من عشاق الكره ومن عشاق الرياضه نحب كي نشوف ان بو ماتش كيكون فيه تقنيات فنيات وروح رياضيه نحب نتفرج سينو ما عنديش ما نقيدش نفسي بفريق صح كما قلتي مقبلتي دبلوماسيه جدا فوالا وبما انك فنانه متكامله ما شاء الله واش تفضلي الغناء او التمثيل وين قلبك يميل اكثر وين تحسي راحتك اكثر سؤال صعب بين زوج مي الحب حبي هو الغناء اللي مازال ما عطيتلاش حقه فوالا لانك اكثر شيء في التمثيل فوالا بول ماما سينما او تلفزيون سينما بدون بدون نقاش والو بدون نقاش بدون نقاش خلاص انت وقتاش تمدي للغنى حقه ان شاء الله ولا غير كل عام نقول العام هذا ندير حاجه العام هذا ندير حاجه ان شاء الله العام هذا بالك في موت سبتمبر ولا نديروا حاجه شويه هكذا اسكو جربتي انك تافونسي في الغنى ولا ما جربتيش لقيتي اشخاص لي بروبوزاو لك باش تخدمي هي دي بروبوزيسيون كاينين من بعد لازم على بالك لازم تحطي ان ستيل لي سورتو دوك حنايا رانا في وقت وين كان ستيل هو اللي حكم المونوبول والحمد لله سي دو ديرنيير زاني او يولي شويه ان ستيل نقولوا الجيريان محترم شباب تري يونيفرسال او يعاود يولي انا جو بونس كسي المومون وين ندير حاجه ايضا ان شاء الله يا ربي وشنو ستيل اللي تميلي ليه اكثر ما عنديش ميول لانه نحب انا الشخص اللي نحب نخلط لي ستيل نحب نخضرم في حياتي نحب نخضرم باش نعطي حاجه الخضرمة حنا بما أننا هضرنا على الغناء نروحوا مشاهدينا إلى فاصل غنائي ونعودوا لكم العودة إلى البلاطو بعد لاك بليطو لا روبريك ماشي لا كرونيك مخيطو اللي كانوا نسى بيناتهم حاوزوني قالوا لي ضرب دورة أنا تاني جبت صاحبي باش نقول له إيكيليبري معنا موهبة خيرو اللي جانا من مدينة شلف هكا الله يسلمك ميرسي بوكو مرحبا بك خير مرحبا بك الله يسلمك ميرسي بوكو مرحبا بك الجنه والله طلعنا غير شويه لافا خير راك نعسان مازال ما فيا لا يعني شويه هذاك سرعات الشمس واقيله هذا هو الصيف راكم ملاح والله لبيا حبيبي مرحبا بينا عندكم مرحبا بك ان شاء الله راكم بيان ايا دوك شنو نبداو نطيحوا لك بلي كيسيون انا وهبا خيرو انت يعني فنان اللي بدايتك كانت ب يعني الغناء جميع الطوبة ونورمالمون عندك غنيه كسرنا شويه اللي سموها ميرا حكينا شويه على هاد لا شونسون ميرا اللي رايحه ستيل نقولوا مغاربي مودرن بون انا نحب نكتب وحدي نحب اللحن وحدي ايوا ما كانش وحدك خاطيك الناس في البدايه هذه كنت دائما نحب نكتب نحب نلحن وحدي كتبت بزاف صوالح صحابي واش قالوا لي قالوا لي الاغنيه هذه انا نحبوك تبدا بها باسكو عجبتهم ما لا بديت بها و وراك راضي عليها حققت لك شويه ما رانيش راضي عليها بزاف بزاف مي صعبه كومام
علاش ماكش راضي عليها؟ كنت حاب نخدمها حاجه وخدمتها حاجه شغل ما رضيتش عليها بزاف مي صافا ان شاء الله يوغا اون دوزيام شونسون اللي بالك هي تعرف اكثر على الجمهور وتنجح لك ان شاء الله. احنا مؤخرا شفناه شارك في برنامج غنائي، احكي لنا على التجربه تاعك. برنامج اللي كنت معاه مع زهرو، برنامج غنائي هو دروك فكرني بواحد يعني البرنامج اللي مكملش للاسف، وين كنت انا جوري فيه مسابقه غنائيه اللي كانوا فيها فنانين ونو ماما قلت لي انا ما عقلتش بلي ماما قلت لك وي يعني عجبت لي لافو تاعك. هذاك هو صح، هذاك هو صح. ربما نروح عند سوها يعني فنانه اللي نقولوا هذيك الكلمه اللي قلتيها قبيله مخضرمت شويه، تعطينا شويه لي كونساي الخير وربما فتي على هذه المرحله تاع البدايه تاعك لو دوت اسكو هذه الحاجه راح تمشي لي مع الجمهور، تقدري تعطي شويه دي كونساي كوم راهو في البدايه تاعك. خير واهلا بيك في المجال الفني. في المجال الفني شكرا ميرسي. عارف بلي هذا المجال مجال للناس كامل، كي تكون عندك الموهبه كي تكون هي كاينه حاجه لازم ديرها في بالك، راك هنا بوغ ان ميساج، عندك شغل عندك حاجه لازم توصلها، سي لو بلوز امبورطون. ابخي يفو كخواغ ان سوا، لازم تامن بروحك. ديجا كي تامن بروحك ويكون على بالك بلي راك دير حاجه مليحه الدنيا وما فيها. فوالا اكزاكتومون. خير احكي لنا كيفاش ربما حسيت بلي هبه سي بون انا هذا هو الميدان اللي اختاريته اللي هو الميدان الفني اللي هو الغناء، وين درت لا كونفيونس في لافوا تاعك مع البيبليك خرجت طلعت سيرسان. حكينا على هذيك البدايات اللي ربما اي فنان تبقى له ذكريات حلوه لازم يمر عليها. انا كنت صغير بزاف كي طلعت سيرسان. مازالك صغير على كل حال. وكانوا ناس بزاف نو بارابور لذوك كنت صغير، كان في عمري 12 سنه ودوكا في عمري 22 سنه. الله يبارك. الله يسلمك. كان اول حفل هو تاع مولد نبوي، كنا صغار تعرف يعيطوا لنا يقولوا لنا غنوا، غنيت عجبت بزاف الناس. طلع البدر علينا. لا لا غنيت كنت نغنيها مع عماتي في الدار تاع مولود يا مولود مولود النبي لالا فاطمه ولدت صبي. هذه هي الاغنيه. الله خير ما اخسرت يعني هذه الاغنيه تبدا بها ان شاء الله هي اللي يقولوا تفتح لك بيبان ان شاء الله، ومن بعد يعني نقدروا نقولوا للاحتراف شويه ان شاء الله باذن الله. مور هذا النشيد نقدر نقولوا الانشوده يعني من بعد كيفاش حتى شفت روحك تغني ربما نقدروا نقولوا في ديزيفالمون ولا بون؟ انا حبست بزاف باسكو بتعرف شلف ولايه شويه ناقص فيها الفن، ومن بعد كي جيت لالجي وين دوك راك مستقر في الجزائر العاصمه. فوالا مستقر يعني هي فرنسا. شلف ربما ماشي ناقصها الفن ولا بالك ما كاينش الامكانيات. نو كاين بزاف فنانين الامكانيات ما كاش. فوالا لا 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 لا, لا, لا. وي عندك الحق. كاين بزاف فنانين. ديجا انا عندي خويا فنان ديجا من الولايه اللي خرجت عز الدين شلفي ديجا زيد ربي يرحمه. انا حبيت نسمعه يغني يزيد يغني لك اغنيه. انا ماذا بيا لا تقدر تغني لنا ميرا اللي كان يقول هي الاغنيه تاعي. اليوم جيت باش نغني حاجه على جالك انت. بارك الله فيك. اسمع غير غني خليني نغنيها خير. تفضل خذ راحتك. شكون اللي قال نتلاقاو من بعد فراقنا؟ كنت نقول جامي نلقاك وتلقيني، ساعة دار الحال وربي راه جمعنا. تلاقت عمري عينيك مع عينيا، شفتك سهيت والأرض دارت بيا. تفكرت نهار اللي فيه خدعتيني، ديما في البال وخيالك بين عينيا. لابد عليا خمام راكي شفيتيني. برافو فريمون. شكرا. برافو. عرفت دوك كي غنيت تفكرت بلي هاد لافو فات عليا، باسكو حنا باش شغل عندك ربما كي تكون جيري رغم ان خبرتي صغيره يعني داوني باسكو درت برنامج عرب كاستيك تاع موهبه التمثيل، وين كنت الرول تاعي بالك تشفى نقلع ستريس لي كونديدا نضحك معاهم سي نعطيهم لي تكنيك سير سان بوكو بليس كوم راني بديت بالمسرح. تفكرت لافوا تاعك فريمون كاين دي فوا بزاف شابين، للاسف ذاك البرنامج حبس بصح نتمنى انت كيما يقولوا ما تحبسش معاه تزيد تكمل باسكو عندك اون فوا ما شاء الله موهبه يعني. ما انا ما كملتش جست معاك من بعد زدت جست بعد مرة ثم راحت ما حبسوا. نتمناو لك ان شاء الله كونكور ماخر ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي خير. رانا نستناو في ام بي سي قال لك اضخم برنامج
ان شاء الله. اللي كان مع الصدام هذاك اللي دار كاستينغ. واه يعني راك على ذا فويس؟ لا ماشي ذا فويس. واش من برنامج حاب تشارك؟ يعني برنامج جديد مازال انا ما عرفتش. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تستاهل. المرحله الاولى دزناها ومازالت المرحله الثانيه، اذا قبلونا في المرحله الثانيه نروحوا لبنان. ان شاء الله كيما قالت لك هبه راك محضر روحك شويه. انا دائما محضر روحي دائما. المهم لافاي واجده، لافاي واجده هذاك هو الصح. شو حبيتي تقولي حاجه بالك شتك فتي فيك؟ نو مي سا في بليزير دو فوار دي جين انكور كي كرو ان نو اي سي فري كو حنايا في بدايتنا ما كانش عندنا بزاف يعني كيما دوكا افيك مواقع التواصل وتقدر توصل رسالتك ميم تروح عند ناس تاع اللي عندهم فلا تيفيزيون ما يحلوكش البيبان. المواقع الاتصال الاجتماعي ولات تحل الباب. وشنو انا لو كونساي كو جو في لوي دوني انكور اون فوا مي زابار لازم تثق في نفسك. لا بريباراسيون تكنيك هي تريز امبورطونت. انا عندي لا فوا مي وحدها الفي ريان. لازم لك ان ريجيم اليمونتير، لازم لك دو سبور، لازم لك تشرب الماء، لازم لك تال ماما يفو فيغ سوسي تال ماما فوالا باسكو ماشي عبز وسيل كما يقولوا حنايا تبدا ديريكتومون فوالا. هي كاين حاجه لتعقيب على كلامك ربما هبه لا راكي معايا داكور، ماشي برك مواقع التواصل الاجتماعي حلو البيبان، حتى برنامج كيما هذا الهدف منه انه نفتحوا نافذه صغيره للمواهب كما يقولوا الغنائيه ولا التمثيليه باش يكونوا حاضرين معنا كما يعرفوا سوا يزيدوا ديكوفروا اليوم خير. وفوالا اليوم خير وراه عنده سهر ويضيف دي كونساي من عند سهر. سهر راهي عطاتنا كاع لي كونساي. صافي بليزير راني معكم اليوم وصافي بليزير راني معك تيا ثاني اليوم. افيك بليزير كو دي بونور. ميرسي ان شاء الله يا خير. وما فكرتش ربما يكون عندك ديو مع فنان معروف شويه يزيد يعطيك هذيك الدفعه؟ خممت مي مازالت ما جاتش. مازال شويه مازال شويه ان شاء الله. الحاجه اللي توجدها لنا مورميره اللي في راسك شغل راك مباصي عليها؟ ديجا عندي ديو مع واحد البنت اللي ايوا اكدنا على لي سكوب. هذه صديقه تاعي في الفن. صديقه عزيزه بزاف معروفه في المجال الفني. معروفه ليندا حمومه. قلنا اسمها قول ليندا حمومه. شكون؟ ليندا حمومه بالك ما تعرفوهاش مي سافا. نوجولها تحيه. نوجولها تحيه راهي تشوف فينا. نوجولها تحيه. حنخدموا حاجه ان شاء الله انا وياها ان شاء الله. كاين عندي بزاف غنى كاتبو ديجا راني حاير باش نبدا. انت يعني كونك برك سير انه كيما قالت لك سؤال لما دير ثقه في نفسك وتتقل العامل تاعك ان شاء الله ان شاء الله الغنيه تنجح لك. واسكو خممت دير لها كليب باسكو دروك في الاوديو فيزيال ولا الكليب يزيد في يزيد في المتابعه. ديجا راني خممت باش ندير الكليب وانا نستناو برك استوديو مش ملي بيري راهم بزاف الناس يسجلوا اللي تهضر معايا يقول لك مازال. اسكو راكم معايا انه رانا حابين نسمعوا ميرا. انا اللي حابه نسمع ميرا. اعطينا غير حاجه صغيره من ميرا باسكو تشوق. انا إذا شافوك عيوني وقفتي قدامي نفشل باللي بيا تفشل حتى قدامي حبيتك بزاف وانتي من أحلامي متمنيك معايا تكوني شريكة أيامي. ميرا 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 نويتك أحلالي ميرا 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 تعمري لي داري ميرا 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 نشوفي عدياني ميرا 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 اللي يحسدوني فيك. فوالا هذه من كلماتك انت. كلماتي والحانك ما شاء الله. ان شاء الله نتمنى لك كل توفيق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله خويا العزيز. انا نتمنى لك تنجح بزاف باسكو انا من الناس اللي يحبوك. وانا يعني فرحت بزاف انه تلاقينا في مكان اخر في كاستينغ وعاود تلاقينا اليوم في بلاطو في هذا البرنامج على قناه. كنا ندور بزاف مع البهارنا ندور ديجا نقول لك اليوم اني رقت ساعه قلت لها مقبل على جال كاين صحابي وهارنا راهم عندي في الدار. داكور ضياف ما يقدوش يا خويا هادي الله يقويك كيما يقول المحبه بين ابناء الوطن الواحد. الحمد لله ناش الفاوه بجايه بصيره كلنا جزائريين. 48 ولايه ان شاء الله نبقاو دائما متكاتفين ان شاء الله يا ربي. انا نديهم دروك هبه كيما انت ديتي سهى منا نديهم فقره البابي فود سهى وخيرو. ايا تبعوني داكور. كما كتشوفوا لاري بريك تاع بابي فوت بدات قبل الوقت مع سهى وخيرو. هاد لاري بريك غنسيو نزيرو سهى وخيرو بدي كيسيون ان بو سبيسيال او ميم طون هما يلعبوا. هيا نلعبوا تشوف خرج البالون ما تحبسوش بوزي لي كيسيون كملوا تلعبوا. هيا هيا طوب وانا نجيبوا لي بالون تاع الساحه. بروميير كيسيون سهى. نعم. الممثل رقم واحد في الجزائر شكون هو؟ بابا. لا لا اللي يكون فنان. بابا فنان. روحي نسهل لك في الكوميديا. في الكوميديا صالح اوغروت و طونطون
بون بون شكون؟ بومباردي كيما يقولوا. بومباردي. لا اختاري واحد، واحد فيهم. بومباردي. بومباردي اي. والممثل رقم واحد في الدراما. دراما. لا كملي تلعبي ما عندكش لوكازيون تخمي. لعبي لا هادشي اللي تكونسونطري في لي دو. ممثل رقم واحد في الدراما هيا ما عندناش الوقت اي. هيا هيا الوقت الوقت. حاليا بروفيتي انت. بروفيتي. حاليا نقول نبيل عسلي. نبيل عسلي هاي راه. صعبوا لها شويه حمزه. الممثله ثلاثة ولا ممثل اللي صرا لك بروبليم معاها في التورناج ملي بديتي شغل هكا صرات لك لقطه تحكيها لنا مع سير مو انا باغ اكزومبل انا صراو لي مشاكل مع الزملاء تاعنا وتصالحنا من بعد في التورناج. هي شكون هي؟ روحي يعني نعاون فيك روحي روحي. هي كان تحكي في بدايه جدي غير في بدايه اللعبي وهضري اللعبي وهضري حنا انا وياها كان فيه مشكل انا وياها ومن بعد صلحناه. شكون هي الاسم الاسم؟ سارة العلامة. سارة العلامة شفت لكم السكوب حمزه. لا نحكي واش صرا صايي بديت نسهل لك بديت نسهل لك. اي خلاص خبي لاعب اللي عجبك بزاف منتخب وطني في كاس افريقيا. مير جوار. مير جوار جو ديغي موندي موندي علي موندي موندي مع موندي. روح جبدوا لنا البون. مليح مليح موندي على جالي دخلت به والله. لا عندك زهر مع موندي. هيا روح سوها. نعم راني نعاون فيك انا ما نعاونكش نورمالمون نورمالمون انتردي. راح معليش. المغني اللي ما تقدريش تسمعي الغناء تاعو شغل اللي يضرك في ودنك بكل صراحه. ما كانش شغل كي تشوفيه تزابي. انا ما نقولش مغني بصح نقول نوع موسيقي. نوع موسيقي كان شوف الراي هو شغل الراي ما تخربيناش في الراي. لا 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 الراي الراي من الراي. هاني خليني نكمل روحي فازي. الراي لعبي لعبي لعبي. لو فيزاج ان نو فيزاج بصح كاين ناس ما عرفتش تعطي له قيمته. هذا ما كانت هي. شوفي راني حاس بلي كاين واحد راه في راسك سمعني لي برك ما تقوليش بالاسم ما سمعني. ما نسمع انا الراي لاكتويل باسكو هذا من نوفل جينيراسيون ولا من لونسيان جينيراسيون؟ من مخضرمه. مخضرمه ما تبغيهش كاع. ما نحملوش باسكو لي باغول مكان مكان فوالا. ومن بعد تلقاه داير ان سوكسي ايمونس. هيا لعبوا لعب. كاين ناس كتبت كاين ناس كتبت ولحنت وما دارتش المام سوكسي كي هو الاخر هو زوج كلمات. لعبي 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 وهضري. داير ان سوكسي سوها. عندي كيسيون دروك صعيبه شويه. وري لا برودكسيون اللي كنتي راح تخدمي فيها عمل مسلسل ولا فيلم وداروا لك الخلاط ونحاوك منها. نورمالمون لا لا كاين وحده وقيله. تفكري 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 مليح. سير تلقاي واحد داروك خلاط سيتي بروفي تلعبي وما لعبتيش اللي هو الوغ كنت راح نلعب دور البطوله. وين؟ ما نذكرش اسم لا برودكسيون. اللي اختي تقول لنا واش من المسلسل. ما نقولوش لا برودكسيون بصح نقولو المسلسل. ايه كي تقول لا برودكسيون تقول المسلسل تقول لا برودكسيون بصح فرونشمون عطاولي لعبي لعبي المخرج عطاولي السيناريو هضر لي على على البيرسوناج. من بعد داروا عليك. وانا بديت نوجد في البيرسوناج ومن بعد جابوا ممثله اخرى في بلاستيك باسكو كاين ممثله ما عجبهاش الحال انه انا نلعب دور. داكور هي اسمها هي اللي دارت الخلاط. هي دارت الخلاط وهي ما لعبتش ما با في الفيلم هذا. يا معليش شوفي نبدا نسهل لك على بالي زيرتك بزاف. زيرتني بزاف. شكون هو الممثل اللي تفهمي معه كاع في الجزائر كاع في المجال الفني؟ ياسي ما تقولي ليش انا باسكو راني معاك ما جايش. كاين تايا كاين ايمان نوال كاين مصطفى العريبي كاين يوسف سحيري كاين. لا اعطيني اسم واحد اعطيني اسم واحد هكا شغلك كي ربحتيهم كاع. لا لا انا نهضر لك لا شغل هو توب نيميرو 1 شغل هو اللي زعما كل ما تشوفي برودكسيون تفرحي تقولي الحمد لله يا ربي اللي راني معاك. هذا البروجي مصطفى العريبي. مصطفى العريبي هاي. والممثله ايمان نوال. ايمان نوال هيا ساي. حمزه نزيدوها ولا نروحوا عند خيرو؟ لا لا بزاف عليا بزاف عليها. هيا نروحوا عند خيرو. هاي هيا راح هاني منا بك خيرو. راح خيرو شكون هو الفنان اللي تمنى العب العب ماشي تبدا تثقل تربح في الوقت؟ شكون هو الفنان اللي تحلم دير مهديو؟ دوك ما كان حتى فنان حتى واحد مزل. عالمي جزائري ما كان حتى واحد. عالمي عالمي كاين العب وهضر العب وهضر مشيت العب ديو مع سولكينغ. مع سولكينغ مع سولكينغ صح. كون نقول لك ربما الفنان في بدايه كي رحت عنده سي تخدم معاه ولا يعاونك وردك كل صراحه شغل بالك المعامله تاعو ما كان واحد من لي زارتيست سواء معروف ولا ماشي معروف لي زونسيان لي سي يطلب منه المساعده وردك
ونغلق عليك الباب. حتى من واحد المساعد. شكرك تاكل على روحك خير. باذن الله. بون كاينين الناس تعاون ما نكذبوش. العب 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 وهدر. كاين الناس تعاون، كاين الناس كيتقصدهم هكا حاجه صغيره ماشي كبيره، مازال ما قصدتش واحد في حاجه كبيره. داكور. نورمالمون كنقول لك الحاجه كاع اللي صرات لك في الكارير تاعك في البدايه تاعك وغاضاتك بقات لك شغل هذاك بوان نوار. بون غاضتني غير ثم تصلحت. اللي هي؟ كانوا واحد ليفالمون. اها. قالوا لي تغني ومن بعد كي شافوا ناس واحد اخرين ما خلونيش نغني. سي فغي كاين هذه الصح. اللي كيداوك نورمال. اللي كيداوني ومن بعد. والله ما تحشموا كاع وين راهم والله ما تحشموا. اللي كيداوني غير تما باسكو ما يعرفونيش ويعرفوا الناس اللي جاوا. داكور. ومن بعد في اخر ليفالمون. كانت وحده تغني قالت لي عاوني. بون انا قلت لها نعاونك ماشي. داكور. كي عطاتني الميكرو. قلبتها صاحبي. ومن بعد تصلحت العلاقة؟ لا ما تصلحت العلاقة ما والو ما عجبهمش الحال. صح مازال شدوا فيها ما قريتو. شدوا فيها سورتو كي زبرت لهم أنا. صح احكي لنا حاجة صرات لك مع البيبليك وين لابانيك توتال وين الميكرو حبس ولا كاش لقطة صرات ايفينمون اللي شغل البيبليك ما تجاوبش معاك وشغل قضباتك لابانيك. صح بروبليم الميكرو حبس الصون كان عيان ميزيسيان جا روطا. كنت بح خطرة في خميس مليانة. اها. يا حشمت على روحي باسكو ما غنيتش مبحا ما غنيتش مليح شغل ما جبتهاش كاع ما قصتهاش ما قصتهاش كاع. وكيفاش كان تجاوب الجمهور؟ بون الحمد لله زعما نورمال جاتهم نورمال ماشي بزاف انا اللي فاني انت ديموراليزيت شويه باسكو ما نحبش نغني مشي مليح. صح باش نختموا لاكرونيك تاعنا بابي فوت ميير سوفونير تاعك في هذا الدومين. ميير سوفونير ديالي في هذا الدومين. انا ما خصنيش هكذا معليش دوك يكملوا خاطروا بك راه 100 سوفينير عندي في هذا الدوم. وين سواري طلعت ولا اللي قعدت لك كما يقولوا سوفينير؟ تلاقيت بنصر النهار الاول كي جا امريكان وغنيت معاه في فيديو عجبته بزاف. انستغرام وش قال لك نصر وحكي لنا شويه. قال لي خويا تروح بعيد قال لي وزير روح قال لك جايبك بزاف. اي الحمد لله صافي بليزير. سوها 100 سوفينير تاعك في هذا الدوم ارتستيك وماركيتي بيت. برافو فوالا 100 سوفينير. جوني الو عندي سوفونير نلعبوا نهضروا سوا ما نعرفش نلعب بابي فوت. في زوج في زوج هو في بدايتي اول سيكونس درتها اها انه طونطون رماس الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه جا عندي اها ايما انكوراجي ما فيليسيتي اها Je n'oublierai jamais qui قال لي ما في ما في سوا كوراجوس تو بارتيرا تري لوان. ان شاء الله ان شاء الله. هذه وحده اخرى ثاني. بركا والنبي. فاز. ما تحبسوش هيا هيا هيا. الي الي. اسمعني عبد القادر شاعو. عبد القادر شاعو لو كرون اللي نحيوه بالمناسبه. نحيوه بالمناسبه اسمعني عند بنتو حاجه اها. بعث لي ميساج معاها قال لها قولي له يكمل باسكو عندك انت خيبه الفوا وبالك تفشل وراني معك ان شاء الله يا ربي. وصلنا الختام مع هذا البيت تاع لا روبريك بابي فوت. ماركيت لك بزاف. شكون يربح شكون يربح؟ لا انا هو باينه خير ومعليش بصح على بالك شغل هي نحسب البيت تاعها تحسب زوج معليش انا تربحتي. ان شاء الله تكون عجبتكم لا كرونيك كانت خفيفه في لي كيسيون. هذه هي نروحوا فاصل ونعاودوا نرجعوا للبلاط. عاودنا ولينا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل وبعد هذه المباراة الرائعة تاع البابي فوت. فوالا باش ما ننساش رومارسيمون فيفا سبور اللي عطاتنا هذا البابي فوت، بعد نقول لهم جيبوا لنا واحدة شوية كبيرة نلعبوا كاع في لافا. هذه هي. شكون ربح؟ كيفاش كانت المباراة؟ هي المباراة كانت مزيرة باسكو طحت عليها في لي كيسيون خير وربح إلا بروفيتي لوكازيون باسكو سوها سقسيتها بزاف. بصح تسقسي يا صاحبي. ودي عصرتها سوها هذيك. عصرتني بزاف. ما خير فكرت بخميس مليان شاف نصرو تخلطت كاع. هذه هي. فانا بالمناسبة نوجه تحية ونبارك لبنت زميلنا مولاي مروه اللي ربحت البكالوريا. مولاي مروه مبروك عليك الباك وديديكاس الشوفير تاعنا اليوم فرحان بزاف اليوم اسعد راجل في الدنيا ان شاء الله العقوبه لا ليسونس ان شاء الله وبالبركه كاع اللي جابوا الباك ان شاء الله يا ربي. قريب نقول لك عقوبه اللي نسيت بلي ديتها صافي بعد 20 عام اللي ديتها ولا وقتاش وقتاش جبت الباك 2010 صايق بهم 9 سنين كيف كيف دخلوا لهم شويه في لونفونس تاعهم. حاجه كنت ديريها في الصغر ومازال كديريها للان شغل عاده ما كان سوها يولي عندها 50 عام. الله اكبر لك شو حبيبي. فكري تفكري ولك تفكري دورتها سوريه خلاص لا فامي تاع هاني ما نعرفش تاعنا. حاجه اللي كنت ديرها في الصغر مازال نديرها لدوكا. كي كنت صغيره كنت ناكل بزاف الحمص يابس. حمص يابس يعني خضرت الضربه
الله يبارك. شغل البلابي ولا كيقول اصحاب الشرق اكزاكتومون. دونك مازال عندي العاده هذه. عاده واحده اخرى سكو كي نكون نمشي برا كونتريرمون سي فري ما لعبتش بيان البابي فوت مي جو سوي كلكان كي جو بوكو فوت جادور لو بالون ملي كنت صغيره. دوكا ميم كي نكون زعما بلي طالون كنا نمشي يسوفي بالون يعقب قدامي لازم نلعب اي حي اي كارتي بوبولير ماشي بوبولير جوست قدامي بالون فوت ميم يكون بعيده نقولو تيري تيري باسي باسي خير وتيك تهضري ويوجد في لا ريبونس بريباري فيها والله ما لقيت واش نجاوبك باسكو من صباح نتفكر ما لقيتش السوفينيت تاع دونفونس قبل ما تهضر على البالون راح نقول لك بالون باسكو بالون اللي نعرف روحي بلي نلعب حنا كاع كي نزيدو شي يعطونا يعطونا طرومبيطه يعطيونا بالون كنا نديرو كنتو ديرو تاع الساشيات ليمون تاع الحليب مع شكار تاع الحليب شكار الحليب ايام الطفوله ايام رائعه اللي هاد الممشي يحسوا بها الجيل تاع دوكا ان شاء الله يحبسوا لي طابلات والانترنت ويروحوا نلعبوا شويه برا بيان سير كيما يقولوا ما كاش كيما لي جو تاعنا تاع سي نورمال سي نورمال لانه الطفل لازم له حقه لازم له يلعب برا لازم هو كيما نقولوا حنا يفبرك هو يفكر في لي جو تاعو كيما كنا حنا زمان فوالا باسكو علاش هذه طور الشخصيه تاعو طور التفكير تاعو التفكير تاعو الانتيليجونس تاعو بوكو تشوز ويتكل على نفسه لانه دوكا الطفل تنحي له الوالدين وتنحي له هذو لي طابلات تاعو لا مازال هالاشغال يدويه في البريمير ما كانش ميم في البريمير دوكا ما كانش ماهمش يديروهم اشغال يدويه بزاف وماهمش يديروهم الرسم بزاف هما مش يعطوا لهم يديروا لهم سبور بزاف. انا ماذا بيا نوجه ولا غير سيريوزمون نوجه نداء جو دوموند اسكو يعطيو حق للفن حق للثقافه في الابتدائي سورتو في الابتدائي يديروا لهم من روبريك تاع المسرح ولا يديروا لهم تاع الرسم يتقنوه وسبور ثاني هادو ما سي تري امبورطون. ان انفون دو 8 ans de 9 ans اكسكوزي موا وي ان انفون دو 8 ans de 9 ans تعمر له الكارطابل علاش يقرا لك؟ حنا ديجا كبار ودي فوا نعياو باسكو اون تخان ديكخيغ ولا دو اعطي له حقه خليه يحب القرايه تاعو ان شاء الله. مادام نهضروا على لونفونس وعلى الطفوله اليوم لانيفرسير تاع خونا صغير ولا خو بجمع الشروق لزميلنا روماني اسحاق روماني اللي عنده 6 سنوات اليوم لانيفرسير تاعو نقول لك جويز انيفرسير جويز انيفرسير ان شاء الله يا ربي. مالوريزمون وصلنا لنهايه البرنامج ختمناها بالطفوله يبا نخلو لهم ربما كلمة أخيرة الضيوف تاعنا نشكركم بزاف اللي جيتونا شكرا شكرا إن شاء الله تكونوا بروفيتيتو من هذا المومون على البحر شكرا على الدعوة مرة أخرى. أنا الكلمة اللي راح نقولها يعني نوجه تحية للعائلة تاعي في مدينة بيجاية وفي مدينة البرج لا فامي رفاف والها ويعني كاع العائلة تاعي ونوجه آخر يعني مرة أخرى نداء أنه هذه الجزائر جزائرنا ما تهلناش فيها إحنا ما يتهلى فيها حتى واحد حبوا بعضنا نحبوا بعضنا ونعاونوا بعضنا ونتهلاو في بلادنا فوالا ان شاء الله يا ربي خيرو خيرو. انا نقول لكم شكرا على الاستضافه الكريمه وصافي بليزير راني معكم كاع كيما راكم هنا سهى زهرو هبه وان شاء الله ندو لا كوب دافريك هذه الحاجه الاولى حاجه الزوجه اصدقائي اللي جوزوا الباك ان شاء الله مازال ما سمعتش شكون جابوا شكون ما جابوش ان شاء الله يكونوا كاع جابوه مبروك على الناس اللي جابتو وان شاء الله اللي ما جابوش العام الجاي ان شاء الله تعاودوا هاو هضر على لا كوب دافريك والباك اليوم مازال ما داروش الريزولتا هما مول الباك ما نديروش ديديكاس باسكو قادره تفوت لا معليش لا لا تفوت مول الباك ديديكاس معليش صح هو على ريزولتا الكوب دافريك ان شاء الله صحابي يجيبوا الباك علاش غادي نعاود نقول لك على الباك انا درت حسابي كوب دافريك اش تهضر على الباك تشدير تشدير صحابي اللي داو الباك بارك عليهم واللي خسروا عام الجاي ان شاء الله وما تهضرش عليك خاصنا باسكو قادره تفوت مور كوب دافريك مور ما ندوها اه صح فاهم ان شاء الله ندوها على كل باسكو شغل تدوها تتخلط عنا قال عاني قبلوا لي يا صاحبي العب يلا اي سيد قال انا عنده زكي قولي خير قولي خير وانت خيرو خيرو بون نقول لكم شكرا على الاستضافه الكريمه وصافي بليزير راني معكم سهى زهرو هبه والطاقم التقني ثاني ربي يعطيهم الصحه شكرا بزاف والحمد لله كي راكم بخير وان شاء الله نتلاقاو في حاجات واحد اخرين وتحيه لكامل الاصدقاء فوالا ان شاء الله نتمنى لك تشوف في اغنيه تراي مع فيديو مع الشاب نصرو ان شاء الله ان شاء الله علاش لا ان شاء الله انا نشكر زميلتي هبه شكرا لك كان لقاء رائع اليوم سي لا بروميير فون انيمو اونصوم ان شاء الله تكون عجبت الجمهور وانا لا بروميير فون عجبني لا بروميير فون دير ديو كان عندي الحظ اني درته مع زهر الدين يا خويا صافي بليزير صافي بليزير ميرسي بوكو نختموها اونصوم انا نقول لكم بارك الله فيكم ميرسي بوكو اللي قعدتوا تشوفونا في هذه السويعه ونص في هذه العشيه مع الفنانين تاعنا في البحر
وزيد يقول لهم حاجه. نتلاقاو ان شاء الله في عشيه واحده اخرى، انا وزهرو ولا انا ورياض ولا انا ومريم ولا المهم القناه واحده، هي قناه شروق. السلام عليكم. نفس التوقيت.